يا فرارج انت. انا والله العظيم فطين مدرس الدراسات. افتح ارجوك. احب على ايديك لو سمحت خرجني من هنا، انا عندي ساعة مدرسية ابوس ايدك. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ الله يخرب بيتك يا معلم، الله يخرب بيتك. طب حد اتصل بميش؟ حد اتصل ببابا؟ طيب انا كان اتفاقي معاهم ان ارجع لهم الصبح، دلوقتي انا اتاخرت ودي مخالفه للاتفاق. يا رب يا رب خلصني بقى من اللي انا في ايدي يا رب. يا رب سكت الفراخ دي لحسن انا صدعت خلاص. لا حول الله يا ربي. خدي 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 خدي. لا حول الله يا ربي، تلاقيكي ميتة من الجوع زي حالاتي. خدي يا حبيبتي خدي. الله يمسكي بالخير يا سمسمة. ده أعلى خبر سمعته في حياتي أنا. متأكد؟ إيه اللي متأكد يا معلم؟ مش دلوقتي محبوس عند المعلم ششتاوي ومطلوب فيه 30,000 جنيه عشان يسيبه. مش خسارة فيك يا معلم ششتاوي، بس يجي ميشو ويترمي تحت رجلي هنا واعمل له احلى عيد ميلاد. ولا برشامه امرنا كبير. تعال احلى تورتايه واحلى شويه شامه ترصوا جوه التورتايه، تاخد ال 30,000 تروح تديهم للمعلم ششتاوي وتستلم ميشو وتجيبه لي هنا في اقل من 10 دقائق، يعني وان اور. مش كتير عليه يا معلم. مش فاهمك انت يا حمار، ده انا مستعد ادفع نص عمري كله واجيب ميشو هنا تحت رجلي ونطفي الشمع سوا واعمل فيه زي ما عمل فيا سعيد. ما تقلقش يا ميشو، اي حاجه هشيل السلك مرتين. يلا جود لك. على مهلك على مهلك على مهلك. بقول لك ايه، اعملي فنجان قهوه على ما ميشو خلص. لا 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 ايه ده؟ امانه يا كبير، احلى حاجه في الدنيا. يا الف اهلا وسهلا، يا مرحبا، ده هيبقى احلى واجمل احتفال في التاريخ. ولا بسامه سجل التاريخ ده من النهارده، ده عيد قومي للهنجر، يعني كل سنه في اجازه رسميه. تمام يا كبرنا. كويس انك جيت عشان تحتفل معانا بالعيد القومي ده وتطفي معانا الشامع. طمني، ايه الاخبار يا لأ؟ العمليه اللي هيقوم بيها ميشو وسيد الحاوي طلعت في عماره في الزمالك. شفتوا؟ يبقى وريني في سيد الحاوي بقى يقوم بالعمليه دي ازاي؟ وفات الشاشه الاول بتاعه تحت رجليا. اعمل لي فيها رينجو. ما ميشو معاه هناك يا كبير. انا شايفهم بعناية دول، هم داخلين عماره في الزمالك. مال مين اللي معاه في الشوال ده؟ معرفش. انا فطين. الاستاذ فطين يا شيكو، ما تنساش نفسك. انا ايه يا راجل من رجالتك الاوفف دول؟ ولا ولا انت بتطلع لهم مني؟ عايز مني ايه؟ حضرتك انا ما طلعتش لحد من حته، ده انتوا اللي جيتوا برضاكم وخدتوني بالغصب من عني. وانا بقى احذرك يا شيكو وبقى اعلنها صريحه مدويه اني مش هسكت، انا اعترض وبشده. سمعت بس ان روح المدرسه. اخرس اخرس. انا ياما قلت لك قبل كده 100,000 مره. وانا انا انا ادفع فيك انت 30,000 جنيه؟ انت ما تسواش 30 سنه. لا يا حلو، انا اسوى واسوى اكتر بكتير جدا من 30,000 جنيه دول، بس انت اللي مش واخد بالك. انا مدرس دراسات محترم، يعني
قفل المعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم يكون رسولا. علقوه. يعلقوا مين حضرتك؟ ميشو سيد الحاوي؟ فين؟ فين في الزمالك؟ مين اللي بيتكلم؟ اعتبرني يا باشا واحد مفقوع منه زي ما سعادتك مفقوع منه بالظبط، ونفسه يتشفى فيه زي ما سعادتك نفسك تتشفى فيه. عجبتك يا معلم؟ مش بطل. اسكت اسكت استيشن. يعني حلوة؟ قلت مش بطل واخرس بقى. يعني عجبتك القهوة يا معلم؟ ايوه عجبتني يا استيشن. تحب اغنيها لك يا ستيشن؟ القهوه عجبتني يا ستيش. القهوه عجبتني. اخرس خالص. صباح الخير يا هاني. هو في حاجة عند مدام مديحة ولا ايه؟ لا دي مشكلة بسيطة في الغاز بس احنا هنصلحها. امال هي فين؟ هي اصلا مش موجودة. مش موجودة؟ امال دخلت هنا ازاي؟ ما لمؤاخذة سايبالنا المفتاح مع الامن. يلا يا فندم. ما سابتش معايا مفاتيح. طيب انا هطلع اشوف بنفسي. طلع الهدوم من الشنطه بسرعه. انزل. يا نهار اسود، ايه ظابط فؤاد اللي جابه هنا؟ يبقى كده العملية بيخ باظت.
هب بقف بقى. الله عمال رايح جاي رايح جاي مش عارف افهم منك حاجه. لا 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 انا قلبي مش مطمن عم انس، العمليه كده شكلها باظت، انا اروح اطمن عليهم. استنى هنا، مش فاهمني الاول عمليه ايه وفاضل لي علاقه بيها؟ يا عم انس العمليه دي اللي المعلم سيد الحاوي بيخطط لها بتاعت الشهر ده عشان نعملها، وشكلها كده باظت. احسن انها باظت، يا رب كل العمليات تبوظ عشان يبطلوا نستريح بقى. انا اللي مش هستريح طول عمري يا عم انس. ليه كل ده؟ عشان العمليه باظت؟ لا، عشان هربت وكنت جبان وخواف. يعني هربت من المعركه؟ اكتر اكتر يا عم انس. انت عارف لو حصل حاجه للمعلم سيد او لميشو او حتى مش هقدر اسامح نفسي، لان ساعتها في احتمال كبير قوي ان اتوب، وايدي دي مش هتتمد للحرام تاني. ما ان شاء الله تتقطع ايدك ولا رقبتك كمان. انا مالي انا؟ ايه علاقتي باللي انت بتقوله ده؟ انا ليا فطين، وديتوه فين؟ يا عم انس افهمني، فطين احنا استخدمناه كتمويه عشان ميشو يقدر يزوق من المراقبه اللي عليه ويطلع معانا العمليه دي. كايه؟ كتمويه؟ خلاص بقى فاطين الحيطه المايله بتاعتكم؟ عم انس من الاخر كده عشان تستريح، المعلم سيد هو اللي عمل كده. طب انا ليا تصريف مع سيد بس لما يجي. ده اذا جه. لو جه. المهم فاطين، فاطين فين؟ فاطين اتاخر قوي، ده عمره ما عملها. انت عارف لو فاطين ابني جراله حاجه مش هيكفيني لا انت ولا معلمك ولا اي حد. ايوه على ايدك الشمال واركب بس كده. بس هنا يا برشامان. شكرا رجال، شاكرين قوي. تعالوا بقى نزلوني. شاكرين قوي رجال والله، مش عارف اودي جميلكم دي الفين. ايوه مع السلامه رجاله، الف شكر على التوصيله. بح 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 بح. مش وقت بهبه، مش وقت بهبه خالص. فكيني فكيني يا جعيدي قبل ما حد شافني. قوم يا استاذ فطين، مين اللي عمل فيك كده ومين ولاد الفرطوس دول؟ مش وقت اسئله يا جعيدي، ما تنشفش ليا اكتر ما هو نشفان. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ حد يشوفني؟ بقول لك يا جعيدي خلي الشوال ده عندك. ليه؟ احتمال اروح فيه. صباح الخير. صباح الخير يا مستر فطين، ايه الجو الجديد ده؟ والله العظيم ثلاثة بن غصب عني. بالعكس ده شيك قوي قوي عليك يا مستر فطين. بعد اذنكم عندي حصة. اتفضلي يا استاذة سعاد. افتقدناك النهارده في الإذاعة. متشكر جدا يا استاذة مروة، لكن أنا كل ثقة في أولادي فريق الإذاعة المدرسية إن هم هيقوموا بالمطلوب منهم. فعلا ده كأنك كنت موجود بالظبط. كلنا بنحبك قوي قوي يا مستر فطين. وانا كمان بحبهم قوي قوي قوي، وبوصيهم دايما بالحب. الحب ده يا استاذه مروه هو اللي بيخلي البني ادم يحس ان هو عايش وقادر على العطاء. كلامك كله كله مظبوط يا مستر فطين. ايه ده انت متعور ولا ايه؟ ايوه ما هو ده برضو من الحب، بس حب الازم. منهم لله الششتاوي وشيخ مدريد فيهم واحد يا رب. لا ده لازم يتطهر دلوقتي حالا. ثانيه واحده. متشكر قوي لذوقك ورقتك يا استاذه مروه. يا قد ايه انسانه رقيقه وحساسه زيك تستاهل انسان رقيق وحساس برضه. ميرسي قوي قوي يا مستر فطين، انت بس عشان كلك ذوق ورقه واحساس. يا ريت بقى يا استاذه مروه تسمعيني الاغنيه اللي انت هتقدميها مع الاولاد في الحفله اللي جايه. حاضر، اوعدك اول ما اخلصها تبقى انت اول واحد تسمعها. يا حبيبتي وليه ما تسمعها لنا دلوقتي احسن؟ لميا والله فكره، اهو الواحد ينسى اللي اتعمل فيه الليله دي. بعد اذنكم. ليه يا حبيبتي مستعجله؟ ليه ما تخليكي شويه؟ لمياء اسكتي، مش انا اتخطبت مرتين؟ احسن تالته يا رب. ايه ده يا حبيبي لابس طقم جديد ومروش نفسك؟ ما بتلا ميرسي على ذوقك وحنيتك ورقتك. وانا تلبس لي قميص وشرز وعامل لي فيها عماد حمدي ومسبسب لي شعرك
وتقعد تكلمني على الاهرامات وعلى ابو الهول مش كده؟ ايه يا لمياء؟ قال وانت هتساوي نفسك بيها برضو. يا لمياء يا حبيبتي، الكلام التاريخي والجميل ده ما يطلعش غير للحبايب بس. وبعدين بقى بص، بصراحه انت فهمتي غلط، لان انا كنت اصلك ايه؟ اصلك بنت على حقيقتك. حقيقتك ايه بس يا لمياء يا حبيبتي؟ انا والله العظيم كنت بس بشجعها علشان الحفله بتاعه المدرسه. وبعدين بقى بصراحه يعني انا اللبس دون لابسه النهارده علشان شرح الدرس بتاع الاولاد النهارده. درس؟ ودرس ايه ده بقى ان شاء الله اللي بتلبس له كاجوال؟ العولمه واثرها على شباب الكاجوال فيما بعد 11 سبتمبر. حلال انت لسه جايك. ادي يا ست ملف توامي عبد المتعال من لحظه دخوله السجن لحد خروجه. ساره انا مستلمه على مسؤوليتي. ميرسي قوي يا عمر بيه. اي خدمه يا ساره بيه. قولي لي بقى، انت ليه مركزه مع اللي اسمه توامي ده؟ مش عارفه، حسيت انه صادق، وبعدين كنت عايزه اتاكد اذا هو فعلا عايز يتغير يبقى انسان كويس ولا لا. على فكره ده خرج من السجن حسن سير وسلوك. تمام، يبقى انا كده ماشيه صح. امال فين فؤاد باشا؟ ما اعرفش، جاله تليفون ونزل على طول، واول ما رجع طلع لمكتب المأمور. قولي ايه موضوع المجرم ميشو ده اللي الضابط فؤاد مهتم بيه قوي كده؟ لا ده حكايته قديمه شويه، انما حته واد ايه حكايه. طب ما تحكي لي عليه. لا انت تشوفي حكايه رامي ده الاول، وميشو ده نكمل حكايته بعدين. اوكي على اذنك. اتفضل. يعني ايه تسيب شغلك يا حضره الضابط عشان مكالمه جات لك غلط وما تعرفش من مين؟ وبعدين ايه حكايه الولد ده معاك يا فندم؟ انا شايفه بنفسي، يعني اكيد كان بيعمل هناك حاجه غلط. اولا مفيش بلاغ رسمي، ثانيا اذا كان في حاجه غلط فده مش تابع لدائره الاسم بتاعنا. يعني كده بقى يا حضره الضابط يبقى بنتدخل في شغل غيرنا. انا اسف يا فندم. يا حضره الضابط انا عارف انك ضابط امين وعايز تنفذ القانون، بس لو ركزت في شغلك هيبقى افضل. اما الواد ده بقى بشيله من نفوخك خالص. حاضر. اتفضل على مكتبك يا حضره الضابط، احنا هنا بننفذ القانون وبس، والقانون بيسبقه ادانه، والادانه بيلزمها ادله. مفهوم؟ مفهوم يا فندم، بعد اذن سعادتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا ساره، اتفضلي. انا جاي لحضرتك بخصوص تهامي عبد العال. تهامي عبد العال؟ مش ده اللي كان عايز يموت نفسه؟ هو يا فندم، انا عملت عنه تحريات هو واسرته، وكمان قدرت اطلع على الملف بتاعه في السجن. وشايفه ايه بقى يا ساره؟ شايفه انه بعد اذن سعادتك يعني يخرج، لان مفيش خطر منه، كمان لو ادينا له فرصه ممكن يبقى فعلا بني ادم كويس للمجتمع. مسؤوليتك؟ تحت امرك يا فندم. على مسؤوليتي. خلاص، طالما ان اصحاب الشقه اتنازلوا على المحضر ومفيش اي حاجه تدينه، فانا يا ستي موافق. متشكره قوي يا فندم، وانا كمان هبقى متابعاه ومتابعه حالته بعد ما يخرج من السجن. اتفضل يا ساره. متشكره. أنا مش عارف أقول لك إيه يا حضرة الضابط. اللي عملتيه معايا ده هيفضل دين في رقبتي طول عمري، مش هعرف أوفيه. ما تقولش كده يا عم تهامي. أنا عملت كده عشان أنت فعلاً صادق، وأنا اتأكدت من كل كلمة بتقولها. وبعدين أنا وعدتك إني أساعدك. ربنا يخليك يا بنتي ويخليك للي زينا. خد يا عم تهامي. إيه ده؟ لا 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 سامحيني، أنا ما أقدرش آخد حاجة معلش. يا عم تهامي دول سلفة، وهتردهم لي من أول مرتب من شغلك الجديد. شغلي الجديد؟ ايوه، ما انت من بكره هتستلم شغلك الجديد. انت دلوقتي تروح وتعدي عليا بكره الصبح عشان نروح سوا. خد. ربنا يكرمك يا بنتي، ربنا يوفقك يا حضره الضابط. ياه الحمد لله انكم جيتوا بالسلامه، ده انا كنت هموت من القلق عليكم يا معلم. يا دي عبيط يا اهبل انت، بسير حاول يتقرق عليه. طب وميش يا معلم؟ تشربوا نسكافيه معايا؟ ميشو الحمد لله على السلامة. طمني، جبت الملف؟ مش ميشو اللي يتسأل السؤال ده سعيد. يعني ايه؟ أقول لك أنا. طول عمرك لعيب يا ميشو. فين بقى الملف؟ هقول لك. افتح يا بونبوني. عينيا. ده الواد سوست يا معلم. الملف يا ميشو. الملف يا كبير. عليك. الله يعين عليك يا ميشو. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ايه ده؟ ما شاء الله، ده انت اللي عملته ده تدخل بيه موسوعة جينيس ريكورد.
انا عشان بقى كده يا ابو السيد انا من النهارده اجري هيبقى الضعف. وربنا تستاهل، مش خساره فيك، ده احنا كمان لازم نحتفل يا رجاله. والواد سوستا ده طلع تمام التمام، الحمد لله على السلامه يا سيد انس. ده انت جيت في وقتك بالظبط. اجري بسرعه هات الكاميرا عشان تاخد لنا صوره تذكاريه بمناسبه نجاح العمليه الجديده. انا هصور قتيل قبل ما اصوركم لو ما رجعتوليش فطين. وديتوه فين؟ ما يصحش كده يا استاذ انس. نايل اسكت. انس الصوت العالي. انا مش هوطي صوتي ومش هجيب الكاميرا قبل ما يجي فطين. انس هتنزل تجيب الكاميرا ولا اعملها معاك؟ هتعمل ايه يعني؟ ماشي يا سيد، ماشي يا ميشو، بس انا مش هسكت. انا هعلي صوتي عشان العالم كله يسمعني. وديته فاطين فين؟ وديته فاطين فين؟ انس